الفصل السابع: الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور. الحديث الرابع والثلاثون: فضل سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الفصل السابع سبعتين يو كفل: الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور. عندنا سورة وشن بمن باب ميجنو طرفات وشن يميزر الزرو حديث وشن تسوى سوبت كفل سيهون. الحديث الرابع والثلاثون سلاسة أراتين يو حديث: فضل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة يمقراتنا يمحفظ استولي الله قصة وشنم تقبارا ويمدرق طرفات وشن يعزر حديث سيهون. حديث كأبو سعيد ابن المعلى رضي الله عنه تزقبا قال أبو سعيد على: كنت أصلي صلاة يسجر كن ينبرا فدعاني النبي نبي صلى الله عليه وسلم ترني فلم أجبه ما لسالسة تهاتشوم. قلت كذا مالكون يا رسول الله أنت يا الله ملكتني هوي إني كنت أصلي صلاة يسجد كن ينبر سيترون يالكواتشو. قال نبي يالو: ألم يقول الله الله على لمن لي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. الله أن ملكتني وبترواتشو بزي أبيت بلو تبلو إلا أن ديالو. ثم قال كذا نبي يالو: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. قرآن استكالو سورة وشست تلك يمتبالو عن سورة لا استمره اندار لا ساوكه انديتوا سورة اندهو نتشار. فأخذ بيدي قبل أن تخرج من المسجد فمسجد كموتاته بفيت كقرآن استتلك وسورة مان اندهو نتش لا ساوكه اندار. فأخذ بيدي نبي يزن الجن فلما أردنا أن نخرج موتاس فلق قلت يا رسول الله إنك قلت أنت يا الله ملتني هوي بلو نبرا لو علمنك أسوك هلو أعظم سورة من القرآن كقرآن سورة وشست تلق متبالا وسورة ما نندهنج أسوك هلو بلو نبرا. قال نبي يعلو: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين بلا يمتجمر وسورة ناتا هي السبع المثاني والقرآن العظيم. السنات سورة الفاتحة السبع المثاني بمبال متتاوك والقرآن العظيم تبلع تسيما الشام الذي أوتيته الله تبارك وتعالى لن يشدن. سورة الحجر لي: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يميل أن قزال برقتم السبع المثاني ستنها البلع الله يا فاتحة أنقزوك سبات ناتشو نزل من سورة الفاتحة تدقات جمالك صلاة تسجد قدر السبع المثاني يتبالك ولزهن هو القرآن العظيم تلاقوا قرآن يتبالك ورقم يقرآن أتقى علي ملك تباجر سبسبا سليازك عندما تواسرارات سورة وج أتقى عليها السباتشو سورة الفاتحة لي تسبسبا وان فاتحة كصلاة أركان وش مهل عندوانات صلاة يسجد فاتحان يالكراسو صلاة تكباين نتيلو سورة الفاتحان مكراتو بالشابك عدل يقد أقرارو يتستكاه كلمهون اللبت أقرارو يستكاه كالزند دقمو بتككل يقرر استماري قاد أقابلو مكراتنا ممار يقد دلا كفلونجي فاتحان ما يستكاه للسوه اللو كالاقنية جنزب كفلو فاتحان ممار واجب عندما يكون بس ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال سوا يفزن يوسو يفاتحة قرار ستاي يجب أن بركات السفج يسمال قال جنة كبير سبوتشو سوا برون دكارو فزون عبرون يادكو سسسون كاملا سو قامالة إما قناع أفندفتو لجوتشم تذكر أن يوني فاتحة قرار ما استمر يه قال تساكا دقمو يقرآن قسل عبقى في الله تشو هواك وشقاب مقرب يعني فاتحة قراري تككلنو عدل لنبلن راسات شنن لنقمقمنا قرارات شنن لما استكاكل ترسلنا درك يقبانا
سورة الفاتحة مكة كوردو سورة وشمهل عندها ستهون سورة الفاتحة تبلا يتسيمتشو يقرآن مذبئ على إسلة تمدتشن كسورة الفاتحة فضيلة ويمدغمو تلق النت الله تبارك وتعالى ومن نبياته صلى الله عليه وسلم بركات تسموه جنس التواتل الفاتحة السبع المثاني القرآن العظيم أم الكتاب وغير ذلك سورة يسلاسة ونجوز ملك تباتر ويزالج يسوى مستر دقمو يالو إياك نعبد وإياك نستعين ملو العين سلاسة ونجوز قرآن سورة الفاتحة نستكاكل يكبسو يسلاسة ونجوز قرآن ملك تترت المالك انشلال سورة الفاتحة استرقمو إياك نعبد وإياك نستعين ملو المميك قبيت رداسو يفاتحا ملك تترت المالك انشلال سورة الفاتحة نستكاكل كمقراتك أهنك تكسنو بسورة الفاتحة نجب قابلنا تنزار معنى وان ما وقت قبين نياندان دو مسلم سورة الفاتحة استكاكل لكرا معنى وان لياك مستوى لي اللوه قصو جنم تقباروي ليادرقي قبا إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهيان الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبيان سوستون متوحيد أين توجن سبسبع يزال لشن بسم الله الرحمن الرحيم كسورة الفاتحة إما الدبال إما الدبن بعلم اسمها خلافي اللبث سيهون راجحون يتمردوا كسورة الفاتحة إما الدبن بسم الله الرحمن الرحيم نقرقن كهلهم سورة وج قرآن استقال سورة وج كلهم سورة التوبة ستكر كلهم سورة وش مقبي علي راس من إشعال أنكسر كسورة ينمي مدى بعد فاتحة سنكرا يجاهر الصلاة لي بسم الله بلنا نجمر مجوك بلنا نكرام بسم الله بندان نوذهب وش مسرت بسم الله جوك تبلو يمي كرا بيهون راجحو فنبي الصلاة والسلام حديث وش كابزين يوتو من الردو أبو بكر عمر عثمان يادرقوث ينبرو بسم الله الرحمن الرحيم يالي بن سبلو جاهر يدرق ينبرو الحمد لله رب العالمين بمالث فإمام الشافعي مذهب مسرد بسم الله الرحمن الرحيم بجاهر كره بسم الله الرحمن الرحيم بجاهر سلامي كره بلو صلاة الجمعة متو بيت مسجد تجب يعدل الفورلان دان علموج آن دان دي بسم الله الرحمن الرحيم بلو بيكرو منم تجرن دليل لو تناقرات بسم الله الرحمن الرحيم بالله سمن جمرا لنا رحمة سفي بهونو جوة تام أزاني بهونو يزنتون وديتم لم يكبات شو مخلوقوش باللوبس اندي درس بميادرقو بالله سمن جمرا لنا مالثم اقضانا باركان فلقن بسم الله يميلو بالله ملكام سموش بمولو مالثم الله بميلو سنبتش على مالث هذا السعبي رحمه الله تعالى تفسيره شولي عند تكسوت بسم الله بالله ملكام سموش بمولو جمرا لنا مالثم الله يمرو المألوه مالته يمي ملك بهونو كسوج يملكو يما يقبو بهونو با الله سم أجمر له رحمن النار رحيم يهونو رحمة سفي يهونو أزنتونم دم يقباتو أكالوش با اللو بثن درس يمي يدرق بهونو با الله سم جمر له يا الله سبحانه وتعالى رحمة لهلهم يمي درسنا يمي يقبا بهونم رحمة للتعينة رحمة عامة ورحمة خاصة بلو ولم يسفف لو ذات عامة هنا ورحمة لمسلمهم لكافر مدرسة لسوم لأنسى سوم مدرسة خاصة هنا ورحمة لقمو لمؤمن وسلم مدرسة بعد الدنيا بآخرة بآخرة كجهنم يميدون بسي هون بعد الدنيا كتمت ككفر كشرك كبدعانا كليلوش مضالالاتوش الله تبارك وتعالى نتبك بك يا رحمة عينتنا نسأل الله أن يجعلنا ممن يختصهم برحمته الخاصة إنه على كل شيء قدير الرحمن الرحيم يا الله أنت بارك تعالى ملكان سموتنا ملكان بهرياتنا يمي قلسوا ولتم السالي وسناتش هلنا ملكان سموتنا ملكان بهرياتنا لا الله تبارك تعالى بمي قبوا ملكو كليلا مخلوق قاساننا مساسل ترقما آل باساننا درك ما من قديتا يهون بنا عندو يعقيدانة ابن سورة الفاتحة مدسس
ሱረቱል ፋቲሃ ላይ መዳሰስ ካለባቸው ነጥቦች መሃል ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ረሂም ነው ያለ ረሕመት፣ ዓሊም ነው ያለ ዒልም አንልም እንደ ጃህሚዮች ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ስሙ ረሕማን ነው፣ እንደዚሁ ደግሞ ረሒምም ነው። ይህ ለሱ ወስፍም ጭምር ነው። አላህ አዋቂ ነው ያለ እውቀት፣ ረሒም ነው ያለ ረሕመት አንል። ለአላህ ተባረከ ወተዓላ ልናጸድቃቸው የሚገቡ ስሞችና ባህሪዎች ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ተዘርዝረዋል። ከራሳችን የምንጀምረው ነገር የለም። ወሃከዳ ቁርአንና ሐዲስ ላይ የተነገረንን ከአላህ ጋር አይሄደም ብለን የምንተውበት ምክንያትና አጋጣሚም ሊኖር አይገባም። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን፣ ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ተባረከ ወተዓላ የተገባ ነው። ሐምድ ብሎ ማለት ምስጋናና ውዳሴ ማለት ነው። አላህን ተባረከ ወተዓላ የምናመሰግነው በአንደኛ ደረጃ አመስግኑኝ ስላለ ነው፣ ራሱን ስላመሰገነ ነው። እሱን ማመስገን የአላህን ተባረከ ወተዓላ ጌትነትና ሙሉነቱን የማመንም ምልክት ስለሆነ አላህን ተባረከ ወተዓላ የምናመሰግነው ሁሌም ሊሆን ይገባል። ከሰዎች በተቃራኒ ማለት ነው። ሰዎች የምናመሰግነው መልካም ነገር ሲያደርጉልን ብቻ ነው። አላህ ግን ተባረከ ወተዓላ ፊሰራኢ ወደራእ የሚመሰገነው እሱን አሰናው ልሙጥለቅ ለአላህ ነው ተባረከ ወተዓላ የሚገባው። ረብ ልዓለሚን የዓለማት ጌታ የሆነውን ረብ ማለት ተንከባካቢ ማለት ነው። ዓለም ማለት ደግሞ ከአላህ ውጭ ያሉ ነገሮች በሙሉ ማለት ነው። ረብ ማለት ተንከባካቢ ማለት ነው። ካልነበሩበት ያስገኘ የሁሉ ባለቤት የሆነ የሁሉ ተንከባካቢ የሆነ ማለት ነው። አልዓለም ማለት ደግሞ ከአላህ ውጭ ያሉ ፍጥረታት በሙሉ ዓለም ይባላል። ሰዎች፣ ጂኒዎች፣ መላኢኮች፣ እንስሳቶችና ከዚህ ውጭ ያሉ እኛም ማናቃቸው ነገሮች ማለት ነው። የእነዚህ ሁሉ ፈጣሪ ባለቤት ተንከባካቢ አላህ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ የአላህን ተባረከ ወተዓላ አባማና ሀያልነቱን ያሳያል። ከሱ ውጭ ያሉ በሙሉ ክብካቤ ያስፈልጋቸዋል፣ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል። ከጊዜ በኋላ የተገኙ ናቸው፣ ከጊዜ በኋላም የሚጠፉ ናቸው። ብቻውን ይቀራል ተባረከ ወተዓላ። ኩሉ መን ዓለይሃ ፋኒም ወየብቃ ወጅሁ ረቢካ ذو الجلال والإكرام دار وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا دار إذن الحمد لله رب العالمين بلن بكران قطر أني ماننين كيثني متاهوت يماننين مجرشعي وليتنا ولنري قبانا فاتحا فكان مسكسي أقل شيء فرض صلاة لي هي كران ألف ودقمو الله سبحانه وتعالى يقرر لتنا يمر توسو ዊትር ሲሰግድ፣ አጡሓ ሲሰግድ፣ ሙጥለቅ የሆኑ ነዋፍሎችን ሲሰግድ፣ ፋቲሓን ደጋግሞ በቀራ ቁጥር ፋቲሓ ውስጥ ያሉ አስራሮች ውስጡን ይቀይሩታል። ምስጋና የሚገባው ውዳሴ የሚገባው የተና የውዳሴ ባለቤት አላህ ነው ተባረከ ወተዓላ። ቢከፋኝም ቢደላኝም ማመሰግነው ሁሌ አላህን ተባረከ ወተዓላ ብቻ ነው። እርሱም የዓለማት ጌታ ነው። ከሱ በላይ ማንም የለም። ካልነበርኩበት ያስገኘኝ የሚያስፈልገኝን ሁሉ የሚያሟላልኝ ከኔ ምንም የማይፈልግና ምንም የማይጠብቅ የሆነው ጌታ አላህ ላመሰገነው ይገባል። እኔ ላይ ያሉ ውለታዎች በሙሉ የእሱ ናቸው። ማን ነው ልጄ አይን የለውም ብሎ ለልጁ አይን መስጠት የሚችለው? ማን ነው ለልጄ እግር የለውም እጅ የለውም ብሎ እጅ መስጠት የሚችለው? አንተ ላይ ያሉ ኒዕማዎች በሙሉ ከአላህ መሆናቸውን ስታቅ ይህን ሁሉ ኒዕማ የሰጠህን ጌታህን አላህ ተባረከ ወተዓላ ልትፈራው፣ ልታከብረው፣ ልትወደው ይገባል። ወማ ቢኩም ሚን ኒዕመቲን ፈሚነላህ ትብራል። እናንተ ላይ አንዳችን ቢሆን ኒዕማና ጸጋ የለም የመጣው ከአላህ ቢሆን እንጂ ተብሏልና። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከሱ ውጭ ያሉ ነገሮች በሙሉ ረብ ሲሆን ሩቡብያውም ሁለት አይነት ነው። ሩቡብየቱን ዓማ ወሩቡብየቱን ኻሳ ብለው ይከፍሉታል። ሩቡብያ ዓማ ማለት ነፍስ ያለውን ነገር በሙሉ የሚንከባከብ መሆኑን የሚያሳይ የሩቡብያ አይነት ነው። ሰውም እንስሳውም ሙስሊሙም ካፊሩም ያለ አላህ ረሕመት መኖር አይችልም። አላህ ነው የሚንከባከበው፣ የሚያበላው፣ የሚያጠጣው፣
ሚያኖረው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሩቡቢያ ኻሳል ልዩ የሆነ ሩቡቢያና ተንከባካቢነት ማለት ነው። ይህ ለሙእሚኖች ነው። ልባቸውን በኢማን በየቂን በተቅዋ እንዲገነባ ያደርጋል። ለመልካም ነገር ሁሉ ይወፍቃቸዋል። መጥፎን ነገር ሁሉ ያስወግድላቸዋል። የአላህ ተባረከ ወተዓላ ሩቡቢያው ዝናብ በማውረድ የተዘራን በማብቀል ብቻ የተገደበ የሚመስለው ሰው ቁርአንን በአግባቡ አልተረዳም፣ ሩቡቢያ የሚለውንም አልተገነዘበውም። የአላህ ሩቡቢያ ዝናብ አውርዶ መሬት ላይ የተዘሩና የተተከሉ ነገሮችን ከማብቀሉ ይልቅ የሙእሚኖች ልብ ላይ ኢማንን፣ ተቅዋን፣ የቂንን ማብቀሉ ላይ የበለጠ ግልጽ ይሆናል ይላሉ ኢብኑ ቀይም ረሒመሁላህ ተዓላ። ረቡል ዓለሚን የዓለማቱ ብቸኛ ጌታ ከሚለው ተውሒድ አሩቡቢያን የምንረዳ ሲሆን ተውሒድ አሩቡቢያ ተውሒድ አልኡሉሂያን ሊያስከትል ይገባዋል። ያለ ተውሒድ አልኡሉሂያ ተውሒድ አሩቡቢያ ብቻውን አይጠቅምና ማሊክ የውሚዲን የፍርዱ ቀን ንጉሥና ባለቤት የሆነው አላህ ተባረከ ወተዓላ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱንያ ላይም ሁሌም ንጉሥና የፈጠራቸው ነገሮች ሁሉ ባለቤት ነው፣ ፈራጅ ነው። ከመሆኑም ጋር የውም ዲን ተባለ፣ የቅያም ቀን ንጉሥ ተባለ፣ የቅያም ቀን ባለቤት ተባለ። ማሊክና መሊክ ልዩነታቸው ዜጋ ነው። ማሊክ ካለን ባለቤት ማለት ነው፣ የፍርዱ ቀን ባለቤት። በዛ ቀን የሚደረገው ነገር ሁሉ በሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለው። መሊክ ካለን ደግሞ የፍርዱ ቀን ንጉሥ ማለት ነው። እብኑ ጀውዚና ሌሎች እንደጠቀሱት ከማዕና አንጻር መሊክ የውሚዲን የሚለው የተሻለ ነው ብሏል። አብዛኞቹ ቁራዎችም የቀሩት በሱ ነው፣ መሊክ የውሚዲን ብለው ነው የቀሩት። ያለ መድ ማለት ነው። ሁሉም ንጉሥ ባለቤት ነው፣ ሁሉ ባለቤት ግን ንጉሥ አይደለም። ሁሉም ንጉሥ ባለቤት ነው፣ ሁሉ ባለቤት ግን ንጉሥ አይደለም። እና መሊክ የውሚዲን ስንል የዛ የፍርዱ ቀን ንጉሥ ካለን ባለቤትም ጭምር ነውና መሊክ የሚለው ይሻላል። አንዳንድ ቦታ ላይ የተለያዩ አቀራሮች እውቀት የሌለበት አካባቢ ላይ በዚህ መልኩ ከመቅራት መጠንቀቁ የተሻለ ነው። አላዋቂዎች ላይ ብዥታ ስለሚፈጠር ማለት ነው። ተማሪዎች ያሉበት ቦታ ላይ ስለ ዑሉም አልቂራአት የሚያውቁ ቁርአን በአስር መልኩ እንደሚቀራ የሚረዱ ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ቢቀራ ምንም ችግር የለውም። ሱና መሆኑ እንዳይረሳ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቦችን በተለያየ መልኩ እንዳስቀሩ እንዳይዘነጋ። አንዳንድ ሀገር ላይ እኛ የማንቀራውን አይነት አቀራር የሚቀሩ ሰዎችን ስህተት ላይ ናቸው እንዳይባል ሌላ አቀራር እንዳለ ማሳወቁ ተገቢ ነው። ነገር ግን አላዋቂ የሆኑ ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ፊትና ሊያመጣ ስለሚችል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ማሊክ የውሚዲን ነው አብዛኛው ቦታ ላይ የተለመደው። ማሊክ የውሚዲን ብለን እንቀራለን። ለብቻችን ስንቀራ ማሊክ የውሚዲን ብለን ብንቀራ ሌሎች ቅራዎችንም ቃዒዳቸውን ካወቀን አቀራር ህጉን ከጠበቀን ከሼክ ከተማረን ብንቀራ ምንም ችግር የለው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሁሉም ንጉሥና ፈራጅ ከመሆኑ ጋር ሁሌም የበላይ ከመሆኑ ጋር የቅያም ቀን ፈራጅና ዳኛ ንጉሥ የተባለበት ምክንያት የአላህ ተባረከ ወተዓላ ንግሥናው ይበልጥ ግልጽ የሚሆነው በዛ ቀን ስለሆነ ለሁሉም የሰው ልጆች ግልጽ የሚሆንላቸው ያለሱ ንጉሥ እንደሌለ በሚገባ ጠንቅቀው የሚረዱት ያኔ ስለሆነ። ዱንያ ላይ ሲኖሩ ብዙ ንጉሶች አሉ። አምባገነን የሆኑ ንጉሶችን ጌታ ናቸው ብለው የሚያምኑ ደዒፎች ሊኖሩ ይችላሉ። አነ ረብኩሙል አዕላ ያለ ንጉስም ነበረ ዱንያ ላይ። የቅያም ቀን ግን አነል መሊክ አይነ ሙሉክ ዱንያ ሲል ማንም መልስ የሚሰጥ የለም። ሰማያትን በሙሉ በአንድ እጁ ምድሮችን በሙሉ በሌላኛው እጁ ይዞ አላህ ተባረከ ወተዓላ አነል መሊክ አይነ ሙሉክ ዱንያ ነ እኔ ነኝ ንጉሱ የአዱንያ ንጉሶች የታሉ ብሎ ይጠይቃል። ማንም መልስ አይሰጥም። ይህን አላህ ምን ይላል? ሊመን ልሙልኩ ልየውም ሊላህ ልዋሒድ ልቀሃር። ዛሬ ንግስናው ለአላህ ነው፣ ብቸኛና ቀሃር አሸናፊ ለሆነው ብሎ ለራሱ መልሰዳል። በዛ ቀን የእሱ ንግስና ይበልጥ ግልጽ ሆኖ ለሁሉም ስለሚታይ የውሚዲን ተብሎ ተቀየደ እንጂ ዱንያም ላይ አኼራም ላይ እሱ ነው ተባረከ ወተዓላ የሚፈርደው። እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን፣ አንተን ብቻ ነው የምናመልከው የምንተናነሰው ራሳችን ዝቅ የምናደርገው ለአንተ ነው።
وإياك نستعين أجزا من فلقهم كأنت بتشا معمولو مقدمو حصرا يا سيزاري لا إلى العلم نعبد إياك ونستعين إياك ما لك يتشال إياك نعبد وإياك نستعين وبالنا إياك إياك ملو مقدمو أنتم بتشا أنتم بتشانو منا ملكو كأنت بتشانو أجزا من تيكو لا مالتنا ولا مقدمنا كأنت بتشا منا ملكو يلم كأنت بتشي أجزا من تيكو يلم لا مالتنا عبادة بلو مالت من يوم الله تبارك وتعالى إني ودو إني كبرو سروت بلو يعززي هنا نقدر منهون تكبر يقلب سرا مالتنا يقول له عبادة إبارة عبادة تككل إني ونزلت ولت مصفرتو سنورو تكبر عند يوم لا الله تبولو يتسرى مونا اللبت لسو بلو يسروت اندونا تكبر النتيادة ولكن يوم رسول صلى الله عليه وسلم بسرود سنة مسرد ليهون الجبا بزيم الكون نزين ولتنا جروش المسرد عدرجو يتسرع عبادة الله جل تبارك وتعالى تقبل نتياجنا عبادة نفسمون مسوي تكمل إياك نعبد وإياك نستعين بلو عبادة نسكدمو كذا استعانة نسكتله عبادة يا الله حقنا استعانة يسوي حقنا باغبابو الله ان يتجزو سوچ الله اجزاون يلغساچوا باغبابو الله ان يتجزو سوچ الله اجزاون يلغساچوا استعانا كالله وجي كمان ما يفلغم يسو لجوش بما يچلوس نجر نبيوچن وليوچن اجزون تبكوين درسولنيا يبال اتغباچن يالنا يميچل يهونن يسو لج بميچلو نجر اجزن بنلو منم چگر يلا هونم فالله نتاغزو يتشارن ودى سوجين كما زرقات سو نقذين كما لت سووش بميشلو تنقرم كابيهون فالله بيتشا متاغزو بلاجنة يتشارن الله تبارك وتعالى يعقزونا يردو سو نقرو تشلو يكالو لتال الله قزاون ينفقو سو سووش انقا ليعقزو تبي موكرو يحسبو عيساك كالتن كذي ما سكتلو اهدين الصراطة المستقيم بلو على الله تبارك وتعالى اسكاهم باللو يا الله ان تبارك وتعالى ملكام سموج ملكام باهروج كنقر نبوهالا ما اللي يفاتحا كونتو يهونتون إياك نعبدو وإياك نستعين اسكامتو توحيدونا عقيدة ويامارسو جيتاون يتأيك اندهونا الله تبارك وتعالى فدام اللاش ستوال ما تريك يا لبتم كل النجر ما درجين ميشلو رب العالمين هونون الله تبارك وتعالى بتشانا بتشان الله تبارك وتعالى ملك سموتنا بهري وتشو أمنو يجيثاون قد فين يوم منجر جبرو جيثاو يا جزني على بلو الله نتيجك باريا الله يسافرون الله تبارك وتعالى لنتيجك كم يجبان نجرو تشلو كم يجبون نجرو تشلو أننا ونا ياسين كن يجبو يهدايا قدام أنّاون منجر تبتشال ويس ستسلين يالهوز لنّا لنّا الله أنت بارك وتعالى هدى لنديكو يقبالنا اهدين الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين كمالة تحجنك اهدين الصراط المستقيم النلال هلّيم استعجن لي استقامة نجر لأساس سبني قبال اهدين مران أما لاكتن عزنان أدعيو تشادرغن الصراط المستقيم تذكرين يهونا ومن قد لين هل مسلموش لمدن وياكنا اهدنا الصراط المستقيم الميروت مستقيم يهونا ومن قد لين لمهونا اتشو ارقدن ياسلال هونونا ويميرو مشككو تشال اهدنا الصراط المستقيم مالت ودك أنه من قد مراني مالت بتشاد اللم أنه من قد لين سنات ستين بزاون لكتل هادرغن كأنه من قد لا يم تنكاري ستن يوالتنا من قد وشعفل يالو سووش جالو يتنقراج قدو يالو سووش جالو هيدو هيدو ودم جرشاكي هبي خاتمات جميب بلا شباتشو سووش جالو هيدنا صلاة المستقيم ودكتن يوم من قد مراني أما لكتن من قد لا يم تنكار رادرقين اسكم جرشا زلاكي مادرقين يمالتنا لزين ونبي ياتنا عليه الصلاة والسلام يهين سيدة قوم يموت عليه الصلاة والسلام صحابو الجم ليلو الجم يهين يتقاقموا يموتت اسك قيامة كان رسم يالو مؤمنوش مسلموش يهين يتقاقموا تلزا يتن يوم صلاة يالا فاتحة تكباينة اللو
አንዱ ረካ ላይ ሱረቱል ፋቲሃን፣ ሌላኛው ላይ አያተል ኩርሲን፣ ሌላኛው ላይ አዋኺር ሱረቱል በቀራ፣ ሌላኛው ላይ ሱረቱል ኢኽላስን ቀርቼ አበቃለሁ አይባልም። ሁሌም ሂዳያን ልንጠይቅ ይገባል። ሲራጠል ሙስተቂም ብሎ ማለት ሐቅን ማወቅና በዛ ላይ መጽናት ማለት ነው። ሐቅን ማወቅና በዛ ሐቅ መጽናት፣ መስራት ያለብንን መስራት፣ መተው ያለብንን መተው ማለት ነው። ሂዳያ ለሰው ልጆች ከምግብ በላይ ያስፈልጋል፣ ከመጠለያ በላይ ያስፈልጋል። ሁዳ ላይ ቀናው መንገድ ላይ ያለ ሰው ዱንያ ላይ የሚደርሱበት አደጋዎችና ችግሮች ሁሉ ቀላል ናቸው። ወንጀል ማበሻ ደረጃ ከፍ ማድረጊያ ናቸው። ሂዳያ ላይ ያልሆነ ሰው ከህይወቱ የሚጠቀመው ነገር የለም ቢጎዳ እንጂ፣ የአላህን ቁጣ ቢሸምት እንጂ። ስለዚህ ያ ረብ ጤና ስጠኝ እንዲህ አድርግልኝ ከማለታችን ይልቅ ሁሌ አላህን ተባረከ ወተዓላ ሂዳያ ልንጠይቀው ይገባናል። እህድን ስራጥ አልሙስተቂም አስሲራጥ ብቻ አላለም፣ አልሙስተቂም አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ። እህዲና ምራን ሂዳያ የሚገኘው ከአላህ ነው ማለት ነው። ተባረከ ወተዓላ አስሲራጣ መንገዱን ምራን፣ አላህ ዘንድ የታወቀው መንገድ ማለት ነው። ብዙ መንገዶች ስላሉ አስሲራጣ እህዲና ሲራጣ እህዲና ሲራጣ ተብሎ አይቀራም። ስህተት ነው። መንገድ ምራን ነው። ብዙ መንገዶች አሉ። አንዱን መንገድ ትይዛለህ። ነገር ግን እህዲና ሲራጣ መንገዱን ምራን ካለን አላህ ዘንድ የሚታወቅ መንገድ አለ ማለት ነው። አልሙስተቂም ቀጥ ያለ የሆነውን መንገድ ምራን። ብዙ መንገድ የሚባሉ ነገር ግን ወደ አላህ የማያደርሷል። ወደ አንተ የሚያደርሰው ቀጥተኛ የሆነውን መንገድ ምራን። ይህ መንገድ ደግሞ ሲራጠ ለዚነ አንዐምተ አለይህም፣ አንተ ትልቅ ውለታ የዋልክላቸው የነቢዮችን፣ የስዲቆችን፣ የሹሀዳዎችን፣ የሷሊሖችን መንገድ ምራን ማለት ነው። ገይር አልመግዱቢ አለይህም ወለዷሊን፣ አውቀው የጠመሙትን ወዷሊን ያለ እውቀት በነሻጣና በደመ ነፍስ ጌታቸውን እየተገዙ ያሉትን የነሳራና የአይሁዶችን መንገድ ሳይሆና። መግዱብ አለይህም አይሁዶች ናቸው። እውቀት ኖሮት በእውቀቱ የማይሰራም እዚህ ውስጥ እንደሚገባ ታቢዒዎች ጠቅሰዋል። ባሉን ማለት ደግሞ ነሳራዎች ናቸው። ያለ እውቀት ዝም ብሎ በደመ ነፍስ የሚንቀሳቀስ ሰውም ጌታውን ለማምለክ የሚሞክር ሰውም እዚህ ውስጥ ይገባል። የግድ አመልና ኢማን አብሮ ሊኖር ይገባል። ዒልምና አመል አብሮ ሊኖር ይገባል። ካልሆነ ግን በላል ውስጥ መግባታችን አይቀርም ነው። ሱረቱ አልፋቲሓ አጭር ከመሆኗ ጋር እጅግ በጣም በርካታ ሙሂም የሚባሉ መሰላዎችን ይዛለች። የሱረቱ አልፋቲሓ ዋና ቁንጮዋ አያቱ አልዒባዳ ወልእስቲዓና ወይም እያከ ነዕቡድ ወእያከ ነስተዒን የሚለው ሲሆን ሌሎችም እያንዳንዱ አንቀጾች ትልቅ ቁም ነገሮችን አዝለዋል። ተውሂድ አልኡሉሂያን፣ ተውሂድ አልሩቡቢያን፣ ተውሂድ አልአስማ ወሲፋትን ሱረቱ አልፋቲሓ ውስጥ እናገኛለን። እንደዚሁ ደግሞ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጆች ከሞቱ በኋላ ቀስቅሶ ዋጋቸውን እንደሚሰጣቸውም ከሱረቱ አልፋቲሓ እንረዳል። ማሊኪ የውሚዲን ከሚለው ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ የቀደር ጉዳይም ሱረቱ አልፋቲሓ ላይ ተዳስቶ እናገኛለን። ኢህዲነ ሲራጣ አልሙስተቂም ስንል ቀናውን መንገድ ምራን ስንል አላህ ተባረከ ወተዓላ ኸይሩም ሸሩም ከሱ ዘንድ እንደሆነ፣ ሂዳያም ዳላልም ከሱ ዘንድ እንደሆነ እንረዳለን። ወሀከዛ የነቢያት ጉዳይም ለሰው ልጆች ነቢ እንደሚያስፈልጋቸው ነቢያት እንደተላኩም ከሱረቱ አልፋቲሓ እንረዳለን። ኢህዲነ ሲራጣ አልሙስተቂም ከሚል ቀናው መንገድ ሊታወቅና ልንከተለው የምንችለው ነቢይ ሲኖር ነው። ያለ ነቢይ የሰው ልጆች ትክክለኛው መንገድ ሊያውቁ አይችሉም። እንደዚሁ ደግሞ የተሳሳቱ ሰዎች ላይ ረድ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ፣ ሐቅና ባጥል መለየት እንዳለበትም ከሱረቱ አልፋቲሓ እንረዳለን። ኢህዲነ ሲራጠ አልሙስተቂም ሲራጠ አለዚነ አንዐምተ አለይሂም ገይር አልመግዱቢ አለይሂም ወለዷሊን፣ ቀናውን መንገድ ምራን ብቻ ብሎ ዝም አላለም። ገይር አልመግዱቢ አለይሂም